المال الأسود. هل حصل أن ندمتم على فقدانكم شيئاً ثميناً وأدى إلى انزعاجكم حتى الآن؟ من الأفضل أن أحدثكم عن سبب عذابي. يجب أن نرجع أشهراً سابقة. أنا رجل وحيد، فباستثناء بعض الأصدقاء الذين لم أرهم منذ وقت طويل، فليس لي أصدقاء كثر. هنا كلب أراه كل يوم ويصر على أن يكون رفيقي، يحرك لي ذيله ويلاعبني في بعض الأحيان. لا أدري لأي سبب أعزو محبته، طردته عني كثيراً، لم أعبأ لأمره ومررت من جانبه، ولكنه لم يكف عن إلحاحه حتى حين تناوله للطعام. كان يفضلني فيتبعني، ولكنني كنت أكثر انزعاجاً فلم أصادق. لعل هذا الكلب محتاج لصداقتي كاحتياجي للمال والثروة. الشيء الذي كان يملأ وقتي هو عملي، كنت أجني به المال. لم يكن الأمر سيئاً إذ كنت مستغنياً عن الجميع، حتى أن الدنيا قد اسودت بوجهي وعطلت عن العمل ولم أعثر على عمل مهما بحثت وبحثت. كنت أتسكع في أزقة المدينة بلا هدف، وتمر في ذهني أفكار سخيفة، وما كان يسيئني أكثر رؤية المشردين والبؤساء في الخربات، حتى أصبح اليأس يدمر روحي. اتركني بعد! حتى حدث أن التقيت بالصدفة صديقاً قديماً لي. سألني عن حالي فأخبرته عن أزمتي. مشينا معاً، وبعد قليل من المشي وصلنا بيتاً، بيت الإمام جعفر الصادق عليه السلام، بيت طالما قصده الكثيرون لحل مشاكلهم. كان صديقي واثقاً بأنه قد وضع أمامي حلاً. حين أصبحت وحيداً شككت في أن ألتقي الإمام أم لا. استقبلني الإمام بكل ترحاب، حدثته عن يأسي وعدم عملي، فقال الإمام: إن اليأس ذنب كبير. أقرضني شيئاً من المال وأراد مني أن أتاجر به وأن أكسب به المال الحلال. اشتريت بالمال حنطة واستأجرت بعض الجمال. طلبت من بعض الأشخاص أن يحملوا الجمال الحنطة وأن يرافقوني في سفري. كنت واثقاً مما فعلت ولم أشك في أنني سأجني الكثير من الربح. حان وقت السفر، ليس لدينا وقت كثير. أنتم حملوا بقية الأكياس. جهزوا الجمال. بثقة عالية خطوت في طريق طويل وخطير، طريق كان يمر بين مصاعب كثيرة وجمة. في أمان الله. هيا. الله يحفظكم إن شاء الله. رحلة موفقة. في أمان الله. مهلاً.
ماذا حدث؟ لا تقلقوا، ننطلق. هيا هيا بنا. اهجموا، انهبوا أموالهم. هم قطاع الطريق، دافعوا عن أنفسكم. حسناً فعلت أيها الكلب الوفي. مهلاً، توقف يا حيوان. هيا احملوا الأكياس إلى السفينة. حسناً، الحمد لله، البحر هادئ والرحلة يبدو أنها ستكون جيدة. على مقربة من الغابة أخبرني رجل عن هجوم الجراد وتلف المحاصيل، وعرفت أنني سأبيع حنطتي بثمن جيد، وعلي أن أستفيد من هذه الفرصة. الحمد لله، حصلنا على الحنطة. ما الفائدة؟ غالية، يبيع ضعفين. إذن ما هو العلاج؟ ابني كان يبكي حتى الصباح، يحق للطفل الصغير أن لا ينام. كانت القيمة قد ارتفعت ضعفين، وحيث إن الجميع كانوا محتاجين إلى الحنطة فقد تمكنت أن أجني ربحاً جيداً. سررت جداً للحصول على كل تلك النقود، لا ريب أن الإمام كان ليسر لذلك. حدثت الإمام عن كل شيء ولكنه لم يسر، أخذ أصل ماله وقال: ربح هذه التجارة لك، لقد ارتكبت ذنباً كبيراً إذ بعت ما تجرت به بأكثر من قيمته الحقيقية، وهذا الربح ربح حرام. هذه كانت قصتي، فلا يصح كسب المال بأي قيمة وعن أي طريق. ماذا أفعل الآن بهذا المال؟ ساعدوني ساعدوني، أنا محتاج أيضا. خذ أيها الأخ. خذ وادعو لي. الله هو الرازق. خذ يا والدي. جزاك الله خيرا، الحمد لله. هيا، لم يبق شيء.